أن كثيرين سألوني عن المستشار البلجيكي، وأنا حتى لا أخفيكم سرا فقد قمت بالاتصال بثلاثة من الأعضاء المعنيين والكانوا القريبين جدا في اتحاد كرة القدم. الأول والثاني أجابوا أن هذا الرجل يعد خبير من خبراء الرياضة والكرة القدم في أوروبا وطور اللعبة في بلجيكا، لكنه لم ينال حظ العمل. ليش؟ لأنه في فترة كورونا، وفترة كورونا دي أعطى أن الوقت هذا ما يسمح لنا يعمل. هذا الجانب الإيجابي. أما الرأي الآخر فقد قال لي، وهو طبعا عضو جدرع اتحاد كرة القدم، قال لي أن هذا الرجل كبير السن، وبالتالي أيضا إذا يأتي ويحتاج إلى سنة سنتين ليدرس فيكون عامل السن قد يؤثر عليه. لكن إجمالا الرجل خبير، يملك رؤية واضحة، يملك استراتيجية معينة، يملك دراسة معينة. هذا من هم مش مني أنا، أنا أنقل ما ذكروا لي أن رجل صاحب رؤية أكاديمية متبرسة، حتى أكون صريح لأني أنا لا أعرفه ولا اشتغلت معه ولست متخصصا. لذلك أود أن أكد على هذه النقطة أن في غاية الأهمية حتى لا أحكم على شخص بدون ما أعرفه. وسألوني البارح فأنا رحت أخذت الإجابة من ثلاثة أعضاء كانوا قريبين منه. الأولاني الأول والثاني قالوا رجل خبير يملك خبرة عالية لكنه لم ينال وقت العمل لأن جت فترة كورونا. تغيير مجلس إدارة اتحاد كرة القدم من مروان غليطة إلى الشيخ راشد أيضا برضو أثر، وبالتالي تم الاستغناء